أخبار اليوم. أستاذ تامر عبد القادر، أهلا بك في أخبار اليوم. صحفي بأخبار اليوم وعضو مجلس النواب الفائز عن دائرة الدخلة بالوادي الجديد، بنرحب بك في أخبار اليوم، أهلا بك. أهلا وسهلا. أولا احكي لنا إزاي خط مرحلة الانتخابات وبجانب عملك كصحفي بأخبار اليوم. بصراحة أنا خط معركة صعبة جدا جدا بكل المقاييس، يعني أنا لامس مشاكل كتير جدا عندي في بلدي في الوادي الجديد. هي محافظة تبلغ 46% من مساحة مصر تقريبا، الخدمات فيها شبه معدومة، المنظومة الصحية متهالكة لدرجة أن ما فيش في الوادي الجديد أطباء في كل التخصصات، اللي بتجيله أزمة قلبية بتضطر تنقله سيارة إسعاف لأقرب محافظة هي أسيوط، مسافات متباعدة جدا ما بين المراكز، ممكن تصل من مركز الفرافرة ما يقرب من 700-800 كيلو. اللي بتجيله أزمة قلبية بتنقله عربية إسعاف على أسيوط، يا إما يموت في الطريق يا إما يتوفاه الله في العناية المركزة. فرقم واحد المنظومة الصحية متهالكة جدا، الطرق شبكة الطرق متهالكة من عشرات السنين ما ترصفتش، نظام التعليم هناك بالرغم من انها تعد من المحافظات اللي ما زالت محافظة على النظام التعليمي فيها، الا ان هناك حالة من اللامبالاة تبعها حالة من الفساد في كل أجهزة الدولة هناك. طبعا كل هذه الامور دعتني واضطرتني اني اترشح للبرلمان عشان احاول اعمل حاجه لبلدي. اهم النقاط اللي هتضعها في اولوياتك بعد فوزك بعضويه مجلس النواب كصحفي وكعضو مجلس نواب؟ والله هو هناك يعني مشاكل انا حاططها قدامي همشي فيها جنبا الى جنب. من ناحية دايرتي أو بلدي عندي مشكلة كبيرة جدا في الري. الوادي الجديد قائم بالأساس على المياه الجوفية، وهي المصدر الوحيد للزراعة، وهي محافظة زراعية بحتة ما فيهاش لا تجارة ولا صناعة. ففي مجموعة من القرارات أصدرها وزير الري في الفترة الأخيرة، القرارات دي هتسبب حالة من التهجير لأبناء الوادي الجديد خلال الفترة القادمة. طبعا أنا بعتبر هذه القرارات غير مسؤولة ولا تمت للواقع بصلة، وفي لقاء قريب مع وزير الري لحل هذه المشكلة، وإلا هيكون هناك تصعيد كبير جدا. ده بالإضافة طبعا لباقي المشاكل اللي أنا اتكلمت عنها بالنسبة للوادي الجديد. بالنسبة لدوري كصحفي، أنا كنت في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين النهاردة بصفتي صحفي في الأخبار وبصفتي عضو مجلس النواب، ناقشنا أوضاع المهنة والحالة المتردية اللي وصلت ليها، والهجمة الغربية الشرسة من الإعلام الغربي ضدنا بعد حادث الطائرة الروسية. اتكلمت وطالبت ان ضرورة وجود صياغة خطاب إعلامي موحد تلتزم به الصحف وكمان الفضائيات علشان يكون نقدر نرد على الهجمة الغربية. طالبت ان يكون هناك لقاء لكل مقدمي برامج الفضائيات وتلتزم هي الاخرى بهذا الخطاب، زي ما الغرب موحدين وبيتكتلوا ضدنا في هجمة شرسة، لابد ان احنا كمان يكون لنا تكتل اعلامي نواجه بيه. ده نقطة. النقطة الثانية حالة الإعلام متردية، وده بسبب عدم وجود تشريعات بتحكمها. فأنا أعلنت تضامني تماما مع مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد اللي انتهى قريبا، وقلت بالرغم من أنه في هجمة شرسة ضد القانون، إلا أني أعلنت أن أنا هتبنى القانون في من أول جلسة للمجلس في حال فشل النقابة انها تعمل لقاء سريع، كما طلبت ان احنا كأسرة صحفية نطلب لقاء عاجل وسريع مع رئيس الجمهورية لاعتماد القانون ده قبل 3 يناير، لان هيحصل حالة فراغ في المؤسسات القومية بسبب اللائحة الأخيرة. اول طلب استجواب هتقدمه في مجلس النواب كصحفي كعلوم الشعب؟ انا ما حددتش، بس في حال فشلي مع وزير الري ان هو يتراجع عن قراراته الخاطئة، هيكون اول استجواب ضد وزير الري. مين تاني؟ يعني ما حددتش مين تاني، لكن لما تكون محافظة تبلغ مساحتها 46% من مساحة مصر مبنية أساسا على الزراعة، ونقطة المية هي الحياة بالنسبة للوادي الجديد، لما يطلع قرار من وزير الري بتخفيض ساعات المية
والاعتماد على الري الحديث اللي هو لا يناسب التربة ولا يناسب الزراعات في الوادي الجديد ورفع الدعم عن الفلاح بالكامل، يبقى هو بيدمر الوادي الجديد كمحافظة. الوادي الجديد موجود على خريطة التنمية على الورق فقط، لكن على أرض الواقع ما فيش تنمية في الوادي الجديد، التنمية في مناطق أخرى. اتكلمت مع وزير الري لما طلع قراره الأخير بوقف حفر الأبار السعودية ورفع الدعم عن الفلاح، قلت له أنت بترفع الدعم عن الفلاح يعني إزاي وليه انت وبتطالب دلوقتي فلاح ان هو يعمل لك ري حديث في ارض لا تصلح للري الحديث ولا زراعات ولا الطبيعه الجغرافيه للمحافظه تصلح للري الحديث. عايز النهارده الفلاح يعمل لك ري حديث على حسابه وهو اساسا معدم، السماد والكيماوي غالي جدا، المنتج بتاعه بيسوقه بصعوبه جدا، في نفس الوقت انت بتطالبه برفع الدعم وان هو يتحمل تكلفته على حسابه. انت في محافظات بحري بتعملوا قناطر وبتعملوا ترع الاخ 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 وما بتحملوش الفلاح شيء، تيجي على الوادي الجديد اللي هي المفروض اساسا تبقى الدولة تتبناها وتدعمها، ده يحصل فيها الوادي الجديد تربة خصبة لجميع الاستثمارات. لو الوادي انفتح لكل الاستثمارات مصر هتتنقل نقلة تانية. طلبت بإنشاء نهر جوفي في الوادي الجديد، طبعا هو كل القرارات اللي بتتخذها وزارة الري مبنية على مخاوف بأن الخزان الجوفي اللي بيربط مصر وتشاد وليبيا احنا تخطينا الحد الآمن فيه. فأنا رديت عليه قلت له حتى لو انتوا عاملين شوية دراسات على شوية ورق بتقولوا ان الحد احنا تخطينا الحد الآمن فيه الخزان الجوفي، القذافي في ليبيا طلع نهر من الخزان الجوفي ده وهو تسبب، النهر ده اللي طلعه ده في ليبيا تسبب في انخفاض المنسوب الجوفي، احنا نخاف ليه ونترعب ليه؟ ده متدفق من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا كمان نجمد قلبنا ونخرج من عنق الزجاجة اللي احنا فيه، والرئيس السيسي يعمل اجتماع على المستوى الرئاسي بين الثلاث دول ويطلب تعديل الاتفاقية اللي هي بتربط الثلاث دول ببعض من خلال الخزان الجوفي، ونطلب ان احنا نطلع نهر جوفي في الوادي الجديد وندخ روح التنميه هناك ونخرج بقى من الوادي الضيق ده، وبدل ما نهجر الناس من هناك لا نشجع الناس انها تعيش وتستثمر هناك. كيف ترى دور المؤسسات الصحفيه القوميه في مصر في الوقت الحالي؟ والى اي مدى استاذ تامر سوف تضيف لها بعد فوزك بعضويه مجلس النواب؟ أنا اتكلمت النهاردة في اجتماع مجلس النقابة إن المؤسسات الصحفية بتعاني حالة متردية جدا، حالة اقتصادية صعبة ومتردية جدا. أنا من وجهة نظري لابد أن تحسن المؤسسات القومية من استثمار مواردها. المؤسسات القومية لديها موارد كتير، وأنا من وجهة نظري لابد أن تحسن من استخدام مواردها وتبعد بقى عن اللائحة والقوانين عشان نخرج، لازم نخرج من القيود دي ونتحرر ونعمل حاجة، وإلا هيستمر وضع المؤسسات القومية بهذا السوء ده، بالإضافة طبعا لأوضاع الصحفيين والرواتب كلها أوضاع سيئة، وأنا شايف أن الدولة مش هتقدر تتحمل شيء في الوضع الحالي. لكن الحل الأمثل أن المؤسسات القومية تغير لوائحها او تعدل اللوائح بتاعتها وتستثمر، يعني تستثمر ما لديها من امكانيات. بالامس القريب وزير التخطيط كان اعلن عن ميزانيه لدعم محافظه الوادي الجديد، هل هي تحققت ام لا؟ وان لم تتحقق فماذا تفعل؟ انا طبعا هطالب بدعم كل الوادي الجديد. هم محافظه بقالها اكتر من 40 50 سنه محرومه من كل شيء، ميزانيتها هي اقل ميزانيه على مستوى الجمهوريه بالرغم من ان هي اكبر محافظه. طبعا للاسف هي الدوله بتقيس او بتقسم الميزانيه كل سنه على حسب عدد السكان، وعلشان عدد سكان الوادي الجديد قليل قليل يعني لا يتخطى 250 ألف نسمة، فهم بيدوها على قد عدد السكان. وطبعا الدولة في غيبة، هي مش متخيلة انها كده بتسبب في التهجير، والتهجير ده بيحصل كل يوم يلو الآخر. يعني القائمين على الموجودين في المحافظة لا يتعدوا 200 ألف، وأبناء المحافظة المقيمين في باقي المحافظات يتعدوا المليون. رسالتك للرئيس السيسي كعضو مجلس الشعب الشاب من مؤسسة أخبار اليوم؟ رسالتي للرئيس السيسي انه زي ما في اهتمام بسينا، لو القى النظر بس للوادي الجديد هيلاقي هي طوق النجاة لمصر كلها في كل شيء. الوادي الجديد لديها تربة خصبة لكل الاستثمارات. كان مجموعة من رجال الأعمال الألمان طلبوا، عرضوا على الحكومة المصرية مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والحرارية في الوادي الجديد، وكان مضمون المشروع ان هم يوفروا
اكتفاء ذاتي لمصر من الكهرباء بسعر التكلفة ويصدروا الباقي بره، وكانوا عارضين ان المشروع ده يبقى بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة او 20 سنة زي ما حصل في مشروع مترو الانفاق كده، وبعدها يسيبوا لنا المشروع ويسلمون للحكومة المصرية كما هو زي ما حصل في مشروع مترو الانفاق بالضبط. كثير من المشروعات وقفت القوانين حائط صد قدامها ولم تنفذ حتى الآن، فأنا أطالب رئيس السيسي بأنه هو ينزل بنفسه الوادي الجديد يتعرف على إمكانياتها، يدعو المستثمرين لضخ استثماراتهم في الوادي الجديد ويلقي النظر، يا إما يمد نهر النيل للوادي الجديد ويضخ روح التنمية هناك، يا إما يطلع نهر جوفي من الخزان الجوفي أسوة باللي حصل في ليبيا. يعني حتى هذه اللحظة أربع صحفيين فائزين بعضوية مجلس النواب أو أكثر أو أقل، كيف ترى هذا الأمر؟ يعني أنا بعتبر وجود صحفيين في مجلس النواب هو شيء، وهذا سيؤثر على دور الإعلام في الفترة المقبلة؟ لا بالعكس، المفروض أن الصحفيين يكون انتمائهم ل بلدهم أولا ومهنتهم ثانيا، وأنا بعتبر نفسي أني واحد من الجنود الموجودين في البرلمان للحفاظ على المهنة وكرامة الصحفي وحماية حقوق الصحفيين. آخر حاجة، كيف ترى برلمان أو مجلس النواب 2015 قبل انتهاء المرحلة الثانية؟ والله البرلمان اللي جاي عليه أعباء كتيرة جدا، جملة من القوانين لابد من اعتمادها، دستور للأسف طلعت مجموعة بتطالب بتعديله على عكس ما أنا متصور. المفروض إحنا نطبق ونشوف الأول هل تطبيق الدستور بمواده الحالية يناسبنا ولا مش هيناسبنا، في حاجة ممكن تضر طب نتكلم فيها بقى ونتناقش ونعدل، لكن يعني تعديل الدستور بوضعه الحالي أنا يعني معترض عليه. المجلس اللي جاي عليه أعباء كتيرة جدا، وربنا يكون في العون. يعني باختصاصك مندوب وزارة التعليم لمؤسسة أخبار اليوم، يعني إذا حدث أي مشكلة لدى وزارة التعليم، لدى بالأخص وزير التربية والتعليم، هل ستقدم له طلب استجواب أم لا؟ أنا ممكن أقدم له طلب استجواب بس هبقى ظلمته، لأن مشكلة التعليم هي مشكلة أمن قومي، مشكلة الدولة بأكملها. منظومة التعليم في مصر في حالة تدهور منذ 8 سنوات تقريبا، وبتزداد تدهور، وكل وزير بيجي للأسف بيحط خطط وبيلغي خطط اللي قبله، فبيتسبب في أن المنظومة التعليمية بتزداد سوءا للأسف بالنسبة للتعليم الحكومي أو الخاص. فأنا من وجهة نظري أن لو حد تقدم له استجواب مش الوزير فقط، إنما يتقدم الاستجواب بسبب سوء المنظومة التعليمية في مصر لوزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء وللمجتمع بالكامل. شكرا لك.